وجدت لكم فيديو جديد من موتو ستارز عشان نحضر المشاكل اللي بتصير مع سائقين الدراجات في الشوارع، نتعلم منها ونستفيد عشان لو صارت معنا. اوكي هذا الفيديو الاول، نشوف شو اللي راح يصير معاه. الاشارة خضراء، طالع لابس ارنب على راسه. اوكي الشارع فاضي ما في سيارات، نشوف مين راح يطلع في وجهه. ليش هيك بسوي؟ نرجع نشوف. شفت اللي صار؟ بده يطلع يخبطهم. انا لو شفت اللي سواه في الاول كنت انا لو في الدراجة التالية دعمته. يا هذا حاقد عليهم. في اي دولة هذه؟ شوف كيف الله سترهم بصراحة. يمكن كان بده يخوفهم بس بلعب معاهم اوكي نشوف هذا الدنيا ليل، الرؤية شبه معدوم. سيارة طلعت، يا دعمت السيارة الثانية. في الحالة بطل وروح يمين، ابعد عنهم ابعد عنهم. بس شوف هذه زي هيك. اوكي دخل على الدوار بسرعة عالية، راحت شحت يا رب يكون لابس حماية، لأنه مش لابس راح فيها. هاي الدراجات بظني احكي لكم انه الدراجات الديرت بايك هذه دائما بتوقع، معمول انها توقع. سبحان الله، انا ما بحبها ولا بحب اشوفها حتى. اوكي نشوف هذا الرجل غريبة، هذا السيارة طالعة في وجهه ما كانت شايفاه. السرعة بطيئة، السيارة بصراحة ماشية شوية بسرعة بس شافوا بعض يعني. نفس الدراجة شكلها، الدنيا مطر، نشوف شو اللي راح يصير معاه. بس تكون الدنيا مطر بدكم تستنوا فترة للمطر عبال ما ينزل، الشارع نظف من الزيوت والمشاكل اللي فيه. اوكي هذا ماشي، نشوف شو اللي راح يصير معاه. سيارة جت تكسر عليه دورية شرطة هذه اللي في الفول. انت بالعادة ما تضلك بين سيارتين في لاين، لو شفت في فاضي قدامها اطلع دوس واطلع عنهم عشان تكون بعيد عنهم، يعني ما تكون بينهم واحد يكسر عليه. اوكي نشوف هذا شو اللي صار معاه. الشارع مكسر كأنه، دنيا ليل. اوكي قاعد يلف يسار. اوه ليش هيك سوى فيه؟ ليش هيك سوى؟ بتقاتلوا مع بعض، شكلهم دراجتين ما بيعرفوا بعض. يجي يطلع قدامه زي الراعي الهارلي او الهوندا، ما بعرف شو هي. هاي زي التورينج بيسموها او الرحال، دراجات هو زي اللي ركبها. يعني هو مركز في الشارع، دنيا ليل، الشارع فاضي، دراجتين بتتقاتلوا مع بعض. هذا ماشي الدنيا ليل، نشوف شو اللي راح يصير معاه. الشارع فاضي، رفع على تاير واحد اكيد حيوقع. وقع. الحلو انه ما بورجونه بس يوقع، لانه اليوتيوب ما بيسمح في هاي الاشياء. اوكي راح يشيل دراجته، والله حرام دراجته شكلها حلو جديده. اوكي شوف شو اللي راح يصير معاه، حيشيل دراجته ويقوم يروح. اوه يا حرام، زيت وقع من الدراجه. التعن خيرها لدراجته. ساعات وقعات خفيفة للدراجة ممكن توقع على الماكينة وتأثر فيه، عشان هيك بدكم تحطوا الحماية اللي اسمها فريم سلايدر على الجنبين تبعون الدراجة، بحيث لو وقعت ما تخبط في الماكينة. اوكي هذا ماشي، نشوف شو اللي راح يصير معاه. اوكي شو اللي صار معاه الحين؟ نزل الكاميرا لتحت. اوكي بيلعب على التليفون. اوه ليش دعمه؟ شفت السيارة؟ يجي دعمه اعطاه للدراجة وراح. كويس ما وقع. يا حرام، شوف شو اللي راح يصير معاه. في ساعات بسوق سيارات ما بيحب يشوف الدراجات قدامهم، هي دعم وشرد. بالعادة الدراجة بتدعم وبتشرد لأنه الطريق سهل بيكون لإلها، بس أنا شايف السيارة قاعدة تطلع بينهم بين السيارات الثانية. أوكي هذا ماشي، نشوف شو اللي راح يصير معاه. السيارة طالعة بوجهه، طالع رونسايد. ليش هيك سوى؟ أوكي فكر إنه ما في رصيف في النص وبيقدر ياخذها يسار، بس فاجأ انه في رصيف فاخذ رونج سايد. اوكي ولف يوتين غلط كمان. اوكي هذا ماشي، نشوف شو اللي راح يصير. شوف مين راح يطلع في وجهه. حلو البريك اللي مسكه، حلو البريك اللي مسكه بصراحة. انا توقعته راح يدعم، كويس انه عرف يمسك بريك ووقف على اخر لحظة. اوكي واحدة اللي بتسوق شكلها. اوكي ماشيين جنب بيوت، السيارة قررت تكسر على قدام الدراجة. السرعة البطيئة حلوة مرات خصوصا في الحياة السكنية. ماشيين هاي واي، نشوف شو اللي راح يصير. خليك بعيد عنهم، خليك وراء مكانك منيح، وخلي في مسافة بحيث لو واحد كسر عليك. هذا السيارة البيضاء راح تكسر عليك على اليمين. لا طلع على اليمين السيارة. اوكي الكو زعل من الكورولا انه كسر قدامه، بس كان في مساحة، كان في مجال قدام الكورولا، كسر في اللاين اللي على اليسار. مش ضروري يعني تتقاتل معاه. اوف خبط المرايه، نشوف.
اعطاله للمرايه وعادي بتتعدل، واتوقع يعني لو ما انكسرت المرايه من جوب بعدلها هو. كاد ماشي مر من بين الشاحنه، كان خطير كثير الوضع. انا لو مكانه بستنى الشاحن، مستحيل اتجاوز على هذا المكان. اوكي الحين حيوقع، شو بيعمل؟ يا غباك يا فشلتك يا التعن خير ظهره مسكين. شفتوا هذا اللي اسمه في العجل الندامة؟ لو ضليتك ورا الشاحنة ما كنت طلعت وعملت هاي الحركة الغبية قدامه. اوكي نشوف هذا ماشي سيكل قدامه، في باص دورين جاي في وجهه، شوف شو اللي راح يصير. اوكي دراجة واقفة في نص الشارع، اوه عملها جكل الدراجة، شايفين؟ واقف على الدراج زي هيك، تقدر الحين تغير التاير تبع السيارة اللي هان هذا، شوفوا كيف. او ممكن التاير هذاك الناحية الثانية كمان، كنسل الدراجة، هي دعمة قوية والسيارة كمان دعمة قوية لها. ماشي سيارة باليمين قررت تكسر عليه، حلو عرف يطلع من قدامها الحمد لله ما دعمها، عرف يطلع لفة قوية بس ضبطت معاه. اوكي نفس السايق هذا شكله حيخبط له مرايته، هل الكل بخبط المرايات؟ لا ما رف السيارة، بحكي له انه ما شفتك، بحكي له انك انت لازم كنت تطلع انه ما في حد جاء في الشارع قبل ما تكسري. نشوف شو اللي راح يصير، بتصرخ عليه. انا بقهرني بس الواحد يكون غلطان ويقعد يجاكر. اوكي ماشي في الهاي واي، نشوف شو اللي راح يصير معاه. هاي السيارة الاكسترير راح تطلع قدامه، لا في سيارة على اليمين، لا نشوف شو اللي راح يصير معاه. اوكي ال C300 اللي هناك ولا شو؟ شو اللي صار معاه؟ بده يلف رونج سايد؟ وين رايح؟ اوكي صاحبه واحد دراجته خربانة، شو صار مع هذا؟ بدي اعرف شو اللي صار، شكله وقع من الدراجة وشي او تعبان، لانك بس تسوق الدراجة فترة طويلة بتتعب كثير، فلازم تريح بين يعني كل تقريبا ساعة توقف مكان، او حتى ممكن 45 دقيقة توقف مكان تريح تشرب ماي، يعني ترتب امورك وبعدين تكمل طريقك. اوف هذا اغمى عليه، هيدو اجت الاسعاف، اغمى عليه وهو سايق الدراجة، وقف على اليسار ما قدر يكمل طريقه. هاي السير، شفت السيارة اللي دعمت الإسعاف؟ الحين الإسعاف بدها إسعاف، يا ما حيقدروا الحين يحطوه في الإسعاف اندعمت، أكل الهواء اللي دعم سيارة الإسعاف، مشكلة بس وقفوا على الهاي واي. أنا كأني قاعد في مكانه، خليني نشوف شو اللي صار، خليني أقوم عشان أشوف، بدي أشوف شو اللي صار. أوكي شايفين انت من هان قاعد على الارض قاعد تساعده، بيكون تعب من سواقة الدراجة. اوكي هذا ماشي، جت الهوندا سيفيك تكسر عليه، مشي على سرعة بطيئة، نشوف شو اللي راح يصير. رجع كسر عليه مرة ثانية، يا بتبعد عنه يا بتبعد عنه من ورا يا بتدوس وبتطلع عنه. شوف رجع كسر يمين، شوف شو اللي راح يصير. اوكي انت شفته اهبل خليته قدامك، اوكي واقف على اشاره، الاشاره صارت خضراء، واحده بتقطع الشارع، والله سترهم للي بيقطع الشارع، مشكله بس الاشاره تكون خضراء، خصوصا اللي بيكون جاي من بعيد والسيد عنده فاضي اللاين اللي هو فيه، وشوفه خضر ويكمل بنفس السرعه اللي هو جاي فيها. اوكي الباص طلع كسر يسار، ما شاف اللي في الدراجة، زمر له شافه الحين، اطلع دوس دوس روح عليه روح عنه، بس هو رجع مكانه، فرصتك انك انت تبعد لانه الباص زيك بده يتجاوز الشاحن اللي قدامه. اوكي هذا ماشي، نشوف شو اللي راح يصير، داخل على الدوار شكله، نشوف شو اللي راح يصير. هاي السيارة الزرقاء داخلة في الشارع، اوكي السيارة اللي قدامه قررت توقف، اوكي السيارة الزرقاء بس بدها تفوت قدامهم، يعني مش سهلة يوقع اللي في الدراجة تدعم السيارة اللي قدام، مش سهل. اوكي تمطر الدنيا، اجى وقف يمين، رجع بدي يروح يسار، ليش بسوي؟ رجع كسر عليه، غريب راعي السيارة الزرقاء.
وهيك وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى أن يكون عجبكم، شكرا كثير لكم، لا تنسوا تضيفوني وتسووا لايك، سلام.